من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية من قرب أجواء عيد الفطر. أهلا بكم. أجواء الاستعدادات لعيد الفطر المبارك مختلفة هذا العام في مختلف مناطق صلاح الدين، وفي المقدمة منها قضاء تكريت مركز محافظة صلاح الدين، حيث نغص غلاء أسعار البضائع عمنيات الأسر. وأوضح مواطنون من القضاء أن سعر صرف الدولار لا يزال يشكل عائقا أمام توفير أهم المستلزمات، ما أدى إلى تراجع قدراتهم الشرائية بشكل واضح عن الأعياد السابقة. وفي المقابل أكد أصحاب المحال في أسواق تكريت ضعف الإقبال الذي يصل إلى حد الركود رغم بقاء أيام قلائل تفصلهم عن عيد الفطر. وطلب مواطنون الحكومة الالتفات للشعب وصرف رواتب الموظفين لتمكين الناس من شراء احتياجاتهم، وضرورة زيادة مستحقات الرعاية الاجتماعية للقضاء على نسبة كبيرة من العوز لتأمين الاستقرار لجميع الطبقات التي تضررت بعدم استقرار قيمة الدينار العراقي. طبعا هذا السنة الموسم الحمد لله والشكر، يعني هذا العيد عيد رمضان المبارك، يعني اكو اقبال على الشراء من قبل المواطنين بعد ما انخفض سعر الدولار من قبل دولة رئيس الوزراء، طبعا نشكره والحمد لله والشكر. الامور زينة بتكريت، وخاصة بجهود قواتنا الامنية من كل الصنوف الموجودة بقيادة شرطة صلاح الدين استخباراتها ومفر الامن للمواطنين، والامور زينه ما شاء الله، والناس تتبضع على راحتها. احنا كملابس نفتح من 8 الصبح للوحده بالليل، وبعض الكوفيات والمقاهي ولا تبقى للصبح مفتحه. طبعا من خلال اذاعتك فضائتك الكريمه اريد اوجه مناشده للمحافظ صلاح الدين الشيخ اسماعيل الهلوب. شارع الاطباء اكثر من مره الحكومه ما تكريت تجي على شارع الاطباء، يريد يسوون نظامي وسقايف حال المحافظات الباقيه. بس لحد الان بس نسمع كلام، هاي صار 5 سنين 6 سنين اي تنفيذ ماكو، الا الكهرباء مالته كلش تعبانه، شارع الاطباء المجاري مالته كلش تعبانه. استقبال على الملابس كلش ضعيف، يعني هسه بالنسبه لنا احنا كاسواق موجوده هنا، وصار امين فوق العشر ايام منفتحين بعد الفطور، والعالم ما شاء الله نازلة تتسوق، بس الاسعار عاليه الاسعار حيل عاليه، وان شاء الله يعني ايش اقول لك، لا استقبال يعني ضعيف جدا جدا. ابو العائله وعنده 5 عوائل، اذا عنده 5 اطفال و6 اطفال ها، وياخذ من الرعايه 125 او 130 ها، زين هاي وين راح يعطي؟ يعطي على الاكل على وثانيا هاي الامراض الموجوده، الامراض المزمنه، الامراض الدنيا، ها كلها مع الحاسب الحساب. استقبال والله جدا ضعيف بسبب ارتفاع الدولار. الدولار بالسوق تعرف الاسعار غاليه، الملابس غاليه، فنطالب الحكومه بزياده الرواتب، تخفيض الدولار حتى العالم تستقبل العيد المبارك وتشتري ملابس الاطفال. احنا اليوم في شارع الاطباء، يعني صراحه الاسعار كلش غاليه، فقاموا يبيعوها مضاعف. وتدري يعني اللي عنده 4 5 جهال ما يقدر على هذا الشيء، لا راتب يساعد، الدولار كلش صاعد. ما اقدر يعني اشتري من البسطيات، ابو البسطيه قام مضاعف يعني صراحه، ويا الدولار تريد تجي تشتري حاجه يقول لك والله الدولار صاعد، يعني ماكو شيء انه يناسب او فد شيء، الحاجه يضربوها هنا في 2. والله نطالب بالحكومه العراقيه بتخفيض انه سعر الدولار.